إجابة السؤال الأول الاختبار الاسترشادي لوزارة التربية والتعليم تانية ثانوي مادة الفيزياء. السؤال الأول بيقول: يحتاج قاطع الماس إلى تطبيق قوة دقيقة للغاية ومكثفة تقدر ب2 نيوتن على منطقة صغيرة جدا من الماس لتقطيعه أو كسره على طول مستوى محدد. تتميز أداة قاطع الماس بطرف حاد مدبب بمساحة تبلغ 1 من 1000 مليمتر مربع. ما هو أقل ضغط يطبقه أداة قاطع الماس؟ ببساطة احنا عارفين إن الضغط هو القوة على المساحة، فأداة القطع المفروض إنها تدفع بقوة 2 نيوتن زي ما هو مكتوب في المسألة. إذن 2 قوة 2 نيوتن. أما المساحة اللي المفروض ينزل عليها هذا الضغط هي 1 من 1000 ملي متر مربع. 1 من 1000، لكن احنا مش بنشتغل بالملي متر المربع، احنا بنشتغل بالمتر المربع. فنعمل ايه عشان نحول من ملي متر لمتر؟ بنضرب في 10 أس ناقص 3. 10 أس ناقص 3، وعشان هو ملي متر مربع يبقى 10 أس ناقص 3 مربع. كويس كده؟ تمام. يبقى هنا 2 على دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن 1 في 10 أس ناقص 3، وهنا 10 أس ناقص 3 زائد 10 أس ناقص 3 مرتين يبقى 10 أس ناقص 6. معنى كده ان الإجابة هتكون 10 أس ناقص 3 و10 أس ناقص 6 ب10 أس ناقص 9، وهي في المقام فهتطلع في البسط ب10 أس موجب 9. يبقى 2 في 10 أس 9 بس كام؟ يبقى هي دي الإجابة بتاعتنا. سهلة.